من أخبار الكاراتيه، اتحاد الكاراتيه قرر إقامة تصفيات لاعبين المنتخبات على مستوى الكبار والشباب والناشئين يومي 23 و 28 مايو الجاري بالمركز الأولمبي بالمعادي، ومن المقرر أن تقام التصفيات يوم 23 مايو على مستوى الكبار وتحت 21 سنة، بينما تقام التصفيات للشباب والناشئين تحت 18 سنة يوم 28 مايو. اتحاد الكاراتيه قرر اختيار أصحاب المركز الأول والثاني على مستوى الكبار والمراكز من الأول إلى الثالث لتصفيات تحت 18 سنة. وكالعادة كاميرا ملاعب الأبطال كانت هناك، تعال نشوف التقرير ده ونرجع تاني. الهدف من الدوري هو الاحتكاك الكبير، لان الممتاز عندنا بيبقى 16 فريق، الاولى زيهم 16 فريق، الدرجه الثانيه بيبقى 40 او 100 على حسب التسجيل بتاع الفرق. فطبعا ده الاحتكاك بتاع الدوري او تفعيل الدوري بالنسبه للكاراتيه بالذات ساعد على رفع مستوى اللعيبه، لان بدل ما هم بيبقوا ابطال جمهوريه فقط في بطوله الجمهوريه، لا بيتم ايضا عمل دوري لهم عشان يحتكوا ماتشات اكتر، والدوري طبعا بيبقى عدد المباريات اكتر بالنسبه للاعبين، فده ساعد بطريقه كبيره جدا على رفع مستوى اللاعبين. بالنسبه للعيبه اللي انا ماسكاهم في المنتخب الشابات، مرحله الشابات في عناصر منهم مشاركه النهارده تحت السن، يعني بيجربوهم كبنات صغيرين او ولاد صغيرين في بطوله الكبار، هم مأدين بشكل كويس جدا لغايه دلوقتي، يعني بتابع العناصر اللي معايا بشكل خاص مأدين بشكل كويس من بالنسبه للمستوى الفني. يعني بالنسبه للبطوله اللي كنا فيها، الحمد لله كنا في بطوله الدوري العالمي لمسول ابروس ابريل، الحمد لله خدنا ترتيب عام اول منتخب مصر، يعني بحصيله 9 ميداليات ذهب وثلاثة فضه وسبعه برونز. النهارده احنا كنا بنلعب دوري الدرجه الاولى انيسات، والحمد لله احنا عملنا مركز اول وحصلنا على الدرع، ومن المره الاولى من فتره طويله جدا ان احنا يبقى ماتشات بلا هزيمه. الحمد لله بفضل الله عملنا ماتشات جامده جدا، والفرق موجوده من شركات ولاعيبه، يعني لعيبه على مستوى عالي ومصنفين ولاعيبه في منتخب مصر. الحمد لله بفضل الله احنا الفرقه الوحيده التي لم تتلقى اي هزيمه. طبعا البطوله جامده قوي ودي حاجه حلوه ليا عشان انا اصغر مشاركه فيها، يعني انا الوحيده اللي 2004 في البطوله كلها، فطبعا دي مشاركه جديده بالنسبه لي، واكتسبت خبرات كبيره قوي من الناس اللي هنا، وكلهم طبعا من ابطال منتخب مصر. ان انا بلعب مع ابطال كلهم في منتخب مصر وكلهم كبار وكلهم عندهم خبره اكبر مني، فده اكتساب جيد جدا ليا. بيعتبر احتكاك قوي جدا، بيأثر بالايجاب على المنتخب وعلى النت. احنا ان شاء الله عندنا الفتره دي بطولات دوليه كتير، المنتخب مسافر كمان كام يوم، عندنا دوري عالمي في المغرب، اللعيبه مشاركه احتكاك قوي، احتكاك ممتاز، منافسه قويه وشرسه جدا. يعني في فرق، في فريق يعني في 6 ابطال عالم وناس بتلعب في اولمبياد، فمشاركه جميله ولطيفة. كمنتخب مصر الناحيه الفنيه بتعلى، وطبعا اشتراك المنتخب المصري في البطولات الدوليه والمحافل الدوليه اختلف تماما، واحنا عاملين ترتيب كويس جدا دلوقتي. بالنسبه كمان للتحكيم، احنا بنعمل تصفيات منتخب داخليه طبعا على طول، يعني فطبعا برضو راجع للحكام بيشوفوا مستويات اللعيبه ومين افضل، مين يسافر ومين ما يسافرش، وده طبعا بيرجع للمنتخب ومدربين المنتخب كمان.